دخول أول جهاز لمرضى السرطان إلى الشمال السوري المحرر. طبعا هذا الجهاز هو الأول من نوعه في هذه المناطق. هذا الجهاز سيخفف العبء المالي وعبء السفر للكثير من المرضى. طبعا مثل ما كنتم شايفين حاليا يقومون بتنزيل الجهاز لتركيبه في المشفى الوطني في مدينة عفرين. اليوم الحمد لله رب العالمين بالتعاون مع منظمة الأمين وبجهود من فريق الصحة في هاتاي الدكتور بتوهان، الحمد لله اليوم دخل جهاز الأشعة لعلاج مرضى السرطان. طبعا هو هذا الجهاز الوحيد في الشمال المحرر. طبعا هذا الجهاز راح يخدم المنطقة بالكامل من إدلب للباب، فإن شاء الله راح يكون يعني إن شاء الله خفف عناء المرضى، راح نخفف عناء السفر للمرضى وذهابهم لتركيا. فكل الشكر لكل من ساهم بهذا الجهاز. الجهاز اجى نتيجة الجهاز الصحي اللي قامت فيها منظمة الأمين لمكافحة السرطان، وأيضا بعد الحملة الإعلامية اللي قامت فيها جهات إعلامية محلية منظمات مجتمع مدني بعد إغلاق الجانب التركي للحدود أمام مرضى السرطان. طبعا الجهاز اجى عن طريق منظمة الأمين، مبادرة من منظمة الأمين بالتنسيق مع الصحة التركية. الجهاز أكيد 100% هو الأول من نوعه، خلينا نقول هو تحول نوعي في مستوى الرعاية الصحية. متوقع إنه خلال 3 شهور إن شاء الله يكون قادر على العمل. يعني إذا بدنا نحكي منطق الأرقام، ممكن بداية رأس السنة الجديدة 1/1/2024 راح يكون إن شاء الله مؤهل لاستقبال المحطة.